تفضلي سمو مريم تبي تقول لكم كلمة. ليه ما تزعلش مني ما ودي اتزعق تقول لكم لا بس. مش عايزة ازعق تاني الله يخليكم بيض الله تكسروا حاجة وبعدين انت قلت لي دي ايه امانه وده حلالك قبل ما يبقى حلال صح فتخلي بالك منها قبل ما انا اخلي بالي منها صح صح؟, صح يعني ما ينفعش ابقى انا خايف على حاجه اكتر منه ده فلوس ومال تامري ايه يا ابو عمرو معلش حقك عليا مش هنكسر حاجه نبقى قاسيين مع بعض بجد بامانه أمانة خلاص بيبرا الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك انت لا هو كيف انت اللي كنت واقف هم اللي بيلعبوا سمين مين اللي عملها بس انت بتعمل تسكت بس مين اللي عمل كده انا ما حد تاني انا غلط انت غلطتني صراحه لا 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 لا, لا والله قلبي وجعني ده مش هينفع كده تخيل انت بتفوت ده يا ابو صالح ده مين اللي عمل كده يا ابو صالح يا ابو صالح كلمني مين اللي كسر ماما ما هو انت كل ما مره ماما ماما ما 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 ام حسين هي ام حسين اللي مستخبيه دي انا ان شاء الله مش هعتذر لحد سم لا مش هعتزل لحد تاني ولا هيعمل حاجه تاني هبهدل الدنيا سم كفايه بقى